بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. في الفيديو ده إن شاء الله نتعرف على موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نادي المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيدخل المارد الأحمر اللقاء بهدف مصالحة جماهيره عقب الخسارة الأخيرة من صن داونز، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من التأهل لدور ربع النهائي. على الجانب الآخر، المريخ حاله لا يختلف كثيرا عن الأهلي، فالفريق السوداني بالرغم من أنه يحتل المركز الأخير إلا أنه يمتلك فرصة التأهل للدور المقبل، إذ يتواجد في رصيده 4 نقاط وهو نفس النقاط التي حصل عليها الأهلي. بالنسبة لتشكيل الأهلي المتوقع للمباراة بمشيئة الله، في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، محمد هاني وعلي معلول، خط الوسط اليو ديانج وعمرو السوليه، في الخط الامامي كل من بيرسي تاو ومحمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر، ويقود هجوم النادي الاهلي محمد شريف. اما عن موعد مباراه الاهلي والمريخ، تقام المباراه بمشيئه الله اليوم الجمعه الموافق 18/3/2022 على استاد الاهلي والسلام، وتنطلق صافره بدايه اللقاء في تمام الساعه 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 6 بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والاردن وفلسطين، الساعه 7 بتوقيت السعوديه والكويت وقطر، الساعة 8 بتوقيت الإمارات. بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، فتذاع مباراة الأهلي والمريخ على قنوات بي إن سبورتس، ومن المتوقع أن تنقل قناة أون تايم الأرضية للمباراة. مستني إن شاء الله توقعاتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. بشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.